صدور حكم قضائي ضد أبرز قيادي بتنظيم أنصار الشريعة. جلبت يوم الجمعة 16 ماي 2023 الوحدات الأمنية إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحت حراسة أمنية مشددة. جلبت الإرهابي شاكر الجندوبي اللي كان قيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور وداعش، وذلك لمحاكمته على خلفية نشاطه ضمن ما يعرف بشبكات تسفير الشبان إلى بؤر التوتر للقتال في صفوف داعش الإرهابي، وطلب محاميه مزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. نذكروا بأنه قضية التسفير هي معناها محل تقاضي الآن، فما فيها برشا إيقافات وفيها برشا مزونين على غرار وزير الداخلية رئيس الحكومة الأسبق علي العريس، وفما إيقافات جديدة وفما أحكام جديدة وفما محاكمة جديدة هيك تخص أبرز قيادات أنصار الشريعة. شكر الجندوبي كشف خلال الجلسة أنه محكوم ب 43 سنة سجن في قضايا تعلقت بالانضمام لتنظيم إرهابي والقتال في سوريا. وللتذكير فإنه الإرهابي شاكر الجندوبي كان سافر إلى سوريا منذ 2015 للقتال غادي بعد أن سفر عدة شبان إلى بؤر التوتر، ثم قرر لاحقا الانشقاق والفرار من داعش إلى تركيا، ثم طلب تسليمه إلى السلطات التونسية، فتم ترحيله هو وزوجته وابنيه إلى تونس. وقد حكم ابتدائيا في إحدى القضايا بعشرين سنة سجن، في حين حكمت زوجته بأربع سنوات سجن في قضية تعلقت بالقتال ضمن تنظيم داعش الإرهابي. التمديد في الإيقاف التحفظي لعلي العريض مدة 4 أشهر إضافية. حسب إذاعة موزاييك فإنه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يعني قرر أنه يمدد في الإيقاف التحفظي لعلي العريض مدة 4 أشهر إضافية. يعني العريض موجود في السجن على ذمة قضية التسفير، وتجدر الإشارة إلى أنه قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بتاريخ 19 ديسمبر 2022 بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين لمدة 4 أشهر عن كل واحدة، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير حسب ما نقلته إذاعة موزاييك. وللإشارة فإنه قضية التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بتاريخ 19 ديسمبر اللي فات بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض كما قلت على ذمة هذه القضية، ويقعد على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير. وحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الواد تمكنت بالتنسيق مع مصالح الديوانة من ضبط أكثر من 3 كيلوغرام من مخدر الكوكا الخام و345 صفيحة من ما يعرف القنب أو الزطلة تزن حوالي 34 كيلو ونص مخفية بإحكام داخل سيارة مسافرة من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمة من دولة أجنبية، وتم إحالة المظنون فيها والمحجوز على المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض، والأبحاث ما زالت متواصلة. إذن في التعليم الأساسي توفيق الشابي الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي أكد إنه الهيئة الإدارية قررت عقب انتهاء أشغالها بالحمامات البارح قررت مواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث ومقاطعة مجالس الأقسام، وطالبت الهيئة الإدارية من مديري المدارس عدم مد الإدارة بقائمة أسماء المعلمين الحاجبين، وقد تقرر تنفيذ سلسلة من الاعتصامات
لإسناد تلك القرارات. وأضاف الشيب بأن الهيئة الإدارية عبرت على أنه أفضل خيار لحل هذا الإشكال هو التفاوض والحوار ومواصلة النضال في صورة عدم جدية الوزارة في المفاوضات في مطالب القطاع اللي وصفها بالمشروعة. وللإشارة يبدو أنه الجلسة بتكون يوم الخميس القادم بين وزارة التربية والتعليم الأساسي، وإن شاء الله يتمكنوا من فض هذا الإشكال. بعض الأخبار المتعلقة بالهجرة والمهاجرين غير النظاميين في بعض البلدان الأوروبية، نحكيه على فرنسا تحديدا باريس، ونتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على مجموعة مؤلفة من 8 أشخاص من بينهم 2 يعملوا في المحافظة للاشتباه في تورطهم بعملية تزوير واسعة النطاق في فرنسا، وذلك من خلال قيامهم بتزويد مئات المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تم إصدارها بالتعاون مع موظفين حكوميين فاسدين 2 هما يعملان في مركز المنطقة. ولمدة عام كامل واصل فريق من المحققين المختصين في باريس تعقب المشتبه بهم، وبعد الكثير من التقصي تمكن الفريق من كشف عناصر الشبكة وتم اعتقالهم، وهما 7 رجال وامرأة اعمارهم تتراوح بين 21 عام و 55 عام. توجهت لهم تهم استخدام التزوير في الأوراق وتزوير مستندات إدارية والمساعدة في الدخول غير القانوني للأجانب وتسهيل إقامتهم في فرنسا. وبحسب الشرطة فإن مجموعة استطاعت بفضل وسائلها الخاصة المتطورة إصدار هويات مزورة ليست فقط لأوراق فرنسية وإنما أيضا لبلدان أخرى أوروبية منها تشيك، سلوفينيا، ليتوانيا، كرواتيا، إيطاليا وبولندا. وكان المتهمون يتقاضون مبلغ قدره حوالي 15,000 يورو تدفع نقدا فقط، لا مجال انه يدفع بطريقة اخرى، تدفع نقدا فقط 15,000 يورو، يعني تضربوا فاصل 3 باش تحصلوا على تونس يعني 45 او اكثر 3.3، دونك تقع حوالي 50 مليون بشيخ وأوراق ثبوتية معناها في فرنسا من كل شخص وضعه غير نظامي يطلب منهم الحصول على اوراق مزورة تخوله الاقامة في فرنسا، وتتضمن هذه الوثائق جوازات السفر، بطاقة الهوية، رخص قيادة، كشوف الرواتب، الإشعارات الضريبية، الوصفات الطبية، عقود العمل وما يميزه عن غيرها من الوثائق الأخرى المزورة إنها معمولة بدرجة عالية من الدقة، نادرا ما تشاهد في فرنسا حسب الأخبار المدولة. التحريات كشفت أن هناك مجموعة أخرى في تركيا كانت تساهم في عملية التزوير بمراحله الأولى، ومن ثم ترسل الوثائق المزيفة مرة أخرى إلى فرنسا عن طريق طرود بريدية بسيطة. ووجدت الشرطة بحوزة المجموعة طابعات ليزر حديثة، أجهزة كمبيوتر، عبوة حبر، بطاقة بلاستيكية فارغة، هوية مزيفة بأعداد كبيرة. تم العثور زاد على 110,000 أورو نقدا في منازل أفراد المجموعة لفتشتها القوات الأمنية. ولا شك أن وجود عناصر فاسدة في أي جهاز أمني خاصة فيما يتعلق بتزوير الأوراق الثبوتية يشكل تحدي خطير يضيف عبء على السلطات الفرنسية اللي تعاني منذ سنوات طويلة من الإرهاب وتجارة البشر وأزمة المهاجرين غير الشرعيين.